يا هلا فيكم في ترند. مركز الاتصال الوطني لفيروس كورونا يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين بعدة لغات ويجيب على أسئلتكم واستفساراتكم حول الفيروس. الخطوات اللي يتبعها المركز والإجراءات راح نتابعها معاكم في الفيديو اللي نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في الانستغرام، وكلنا على ثقة بأن احنا مجتمع واعي. تابع. Good evening. Dobry. Bonsoir. Shabbat khair. مساء الخير. مركز اتصال وطني لفيروس كورونا معك دعاء. تفضل شيخ، شلون اقدر اساعدك؟ اختي عندي سؤال، هل الكورونا تنتقل عبر لمس الاسطح؟ اي نعم الشيخ، الكورونا ينتقل عن طريق لمس الاسطح، عشان كذي باستمرار ننصح بتعقيمها. انا اليوم جبت الصبح واحس فيني شوي سخونه، شنو اللي لازم اسوي؟ أول ما تحس بأي أعراض تتصل على 444 عشان ناخذ بياناتك، وبعدها اللهو نطرشها حق الدكاترة يقيمون الحالة ويرجعون يتواصلون معك. معك دكتور حسين من 444. شفت في موقع وزارة الصحة في صفحة المخالطين شخص أنا خالطته في الفترة اللي راحت، زين شنو ممكن أسوي في هالحالة؟ حبيت أسألك بس، إذا عندك أعراض مختصة بمرض كورونا، هل عندك ارتفاع في درجة الحرارة؟ هل تعاني من كحة بشكل مستمر أو سعال؟ يعني بناء على وضعك الصحي وتقييمنا الطبي راح ننزلك موعد في مركز المعارض. عملية الفحص بسيطة جدا، الطاقم الصحي الموجود في جميع وحدات الفحص مختص ويعمل باحترافية عالية. سلامتكم وسلامة الجميع. كل الكوادر الطبية والصحية ملتزمة بقواعد مكافحة العدوى والتعقيم المستمر، لأن صحتكم الثانية وسلامة البحرين التزموا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. كلنا على ثقة بأننا مجتمع واعي. ما زلنا في وزارة الصحة، حيث أطلقت الوزارة خدمة الواتساب للرد الآلي الفوري شات بوت حول كل ما يتعلق بفيروس كورونا كوفيد-19 ومعرفة آخر المستجدات والقرارات والأخبار، حيث تتيح الخدمة لمستخدميها الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس في البحرين والجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد. ويمكن الاشتراك في الخدمة المجانية المتاحة على مدار الساعة من خلال إضافة رقم 973-320-201 إلى قائمة الجهات الاتصال الخاصة بالمستخدم على تطبيق واتساب، وإرسال كلمة مرحبا ليتم التواصل المباشر بالرد الفوري أو من خلال مسح الرقم رمز الاستجابة السريعة الباركود. يشكل الإلقاء العشوائي للكمامات والقفازات تحديا يعرض حياة الآخرين للخطر، فمن البديهي جداً أن أقنعة الوجه أو الكمامات بمجرد استخدامها تصبح رطبة باللعاب أو السوائل، وعند إزالتها يجب وضعها على الفور في حاويات النظافة أو النفايات. ولهذا السبب غرد الحساب الرسمي للمستشفى العسكري على تويتر قائلاً: عزيزي المواطن، تخلص من الكمامات والقفازات في سلة المهملات، أوقف انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وحافظ على نظافة الوطن. خذ دقيقة من وقتك وقول شكراً لجميع العاملين في القطاع الصحي، هذا ما دعت له منظمة الصحة العالمية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة: دعونا نحتفل بالموظفين العاملين في الصفوف الأمامية وبالممرضات والقابلات من خلال إظهار تقديرنا لهم على شجاعتهم وعزمهم في ظل الظروف الحالية اللي يشهدها العالم. نتابع. All over the world, health workers are fighting day and night to keep us safe from coronavirus and to provide the essential services we need to keep healthy in other ways. Many of them face extraordinary challenges. All are achieving extraordinary things. In this International Year of the Nurse and the Midwife, I challenge you to tell the world about a nurse or a midwife to whom you're personally grateful. I personally thank all the critical care nurses working on COVID-19 and the midwives who delivered our children. Who will you thank?
Please send your short message of support to nurses, midwives, and health workers around the world. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. نلقاكم باكر في حلقة جديدة من ترند. مع السلامة.